من لحظة رحيل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي والحكومة شغلها الشاغل إنها تلاقي ثروة القذافي المهربة خارج البلاد، واللي كل ما يقربوا الخيط يوصلهم ليها الاضطرابات اللي موجودة في الشارع الليبي تبعدهم عنها تاني. فلوس القذافي المهربة أو الكنز المفقود زي ما بيقول عليه الليبيين، كشفت عنه صحيفة التايمز البريطانية وقالت إن في حوالي 30 مليون دولار أمريكي من فلوس القذافي نقلهم لمخبأ سري في مكان تابع لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما. المعلومات اللي قالتها الصحيفة بتقول إن الفلوس دي اتكشف عنها وهي بتتنقل من منزل زوما في نيكانديلا إلى سويسلاند أو مملكة أسواتيني دلوقتي. الفلوس دي القذافي نقلها لرئيس جنوب أفريقيا السابق علشان يحافظ عليها قبل أيام التخلص منه خلال الأحداث اللي شهدتها ليبيا وأدت للإطاحة بنظامه. التايمز اتكلمت في تقريرها كمان عن علاقة الصداقة القوية اللي جمعت القذافي برئيس جنوب أفريقيا السابق واللي زاره في طرابلس أكتر من مرة في 2011، ده غير موقفه وإدانته طول الوقت للغارات اللي شنها الناتو على ليبيا. برلمان جنوب أفريقيا استجوب زوما في 2013 لأنه ما اعتقلش مدير مكتب القذافي ورئيس صندوق استثمار ليبيا في أفريقيا بشير صالح بشير، رغم صدور ضده مذكرة اعتقال حمراء من الانتربول. زوما رد في الاستجواب إن الأمن ما قدرش يراقب بشير أو يمنع تحركاته، أما بشير صالح البشير كاتم أسرار القذافي واللي كان مسؤول عن نقل 30 مليون دولار اختفى تماما وفشلت سلطات ليبيا في العثور عليه. قعد سنين هربان محدش عارف مكانه لحد ما تعرض لحادث في جنوب افريقيا سنة 2018. مصادر حكومية في جنوب افريقيا قالت ان بشير مستقر في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا من 2013 وانه هرب من طرابلس بعد سقوط نظام القذافي للنيجر وبعدها فرنسا لحد ما استقر في جنوب افريقيا. قالت كمان ان كاتم اسرار القذافي قدر يخبي 100 مليار دولار امريكي من الأموال المهربة في جنوب أفريقيا وإنه مخزن مليار دولار من النقد والذهب والأحجار الكريمة في مستودع بمطار أور تامبو الدولي. فريق من خبراء الأمم المتحدة تتبعوا أموال القذافي وصندوق الاستثمار السيادي الليبي في جنوب أفريقيا في الفترة بين 2011 ل2015 لكن دون جدوى، رغم إن حكومة جنوب أفريقيا بعد التحقيق مع زوما في 2013 تعهدت بإعادة أكتر من 7 مليار دولار لليبيا وده بموجب معايير الأمم المتحدة.